يسعى المنتخب الألماني إلى التتويج بلقب بطولة كأس القارات رغم نقص خبرة لاعبيه في مواجهة منتخب تشيلي القوي الذي حصد لقب النسختين الأخيرتين من بطولة كوبا أمريكا. المزيد في تقرير مراسلنا جمال جبالي. إذا كان الجمهور الروسي قد فقد فريقه في بداية الطريق ثم فقد محبوبه كريستيانو رونالدو في منتصفه، فإن ذلك لا يمنع هواة كرة القدم في الحضور بكثرة إلى ما يمكن اعتباره نصف مفاجأة هذه البطولة طرف النهائي، بداية بألمانيا التي بلغت هذا الدور بفريق من الشباب والتي وإن فجأت بهذا الإنجاز فإنها لم تفاجئ المنافس أرتورو فيدال نجم منتخب تشيلي. أنا لم يفاجئني منتخب ألمانيا، قلت ذلك قبل مباراة دور المجموعات، كثر الحديث عن فريق رديف، لكن في الحقيقة من يلعبون هم أحسن من الغائبين. بدنيا أراهم أحسن طيلة السنة، وعليه منذ البداية كان واضحا أن ألمانيا ستبلغ النهائي، ونحن بالعمل والجهد لعبنا مثلما فعلنا قبل سنة وبلغنا نهائي. نهائي كأس القارات مع ألمانيا غير مفاجئ كاسم حتى وإن فاجأ بالمكونة التي جاء بها إلى روسيا، ولكن تشيلي بسانشيز فيدال برافو وغيرهم حتى وإن فاجأ بالوصول على حساب بطل أوروبا فإنه بذلك يؤكد أن بطل أمريكا الجنوبية أصبح بنجومه ندا للكبار، فهل تراه بلغ مستوى أبطال العالم؟ على الأرجح المباراة لن تكون مشابهة لمباراة دور المجموعات، أظن أننا لم نقدم أحسن أداء لنا فيها، ونعلم أن لدينا الآن مجالا أكبر للتحسن لأن لدينا لاعبين جيدين وسيقدمون كل ما لديهم في النهائي. مستقبل ألمانيا وحاضر تشيلي يتنافسان لقبا قد يكون الأخير في صيغته الحالية على الأقل، لقب سيعطي صاحبه المركز الأول في انطلاق سباق العام المقبل كأس العالم تماما كما في الفورمولا واحد. جمال جبري، بإن سبورتس، سان بيترسبورغ. المنتخب التشيلي في طريقه إلى تحقيق ثلاثية لم يشهدها في تاريخه من قبل بعد أن توج بكوبا مرتين في العامين الماضيين، وهو الآن على موعد مع أبطال العالم على لقب كأس القارات. المزيد في تقرير مراسلنا إبراهيم خضر. الوصول إلى المحطة الأخيرة في سان بطرسبرغ كان هدف المنتخب التشيلي منذ انطلاق كأس القارات في روسيا. كتيبة خوان أنطونيو بيتسي تحترم خصمها الألماني وإن كان من الشباب وتنتظرهم دون أي إصابات تذكر، والشعور بالإرهاق يتلاشى بمجرد التفكير بالتتويج أبطالا للعام الثالث على التوالي. نعم، نحن ربما لدينا خبرة أكثر كمجموعة، ولاعبون ينشطون في أهم الدوريات والأندية العالمية، وفي الوقت ذاته لاعبو المنتخب الألماني لا يقلون أهمية بالرغم من صغر سنهم بشكل عام، لكن خبرتهم الكروية مميزة وقد شارك العديد منهم في لقاءات حاسمة من قبل. قائد الفريق وحارس شباكه كلاوديو برافو تغير به الحال من كونه في عين عاصفة الانتقادات لتذبذب الأداء قبل البطولة إلى منقذا ورمزا للتضحية بعد نصف النهائي أمام البرتغال. لقد نضجنا سويا كفريق خلال الأعوام الماضية، لسنا جميعا أصدقاء حميميين، لكن حين يتطلب الأمر خدمة المنتخب نعرف كيف نصل إلى قلب كل لاعب منا يعطي كل ما عنده. لقد تعلمنا سويا كيف نتعامل مع مختلف الظروف الإيجابية والسيئة خلال مشوارنا معا في المنتخب. مشوار هذه المجموعة من اللاعبين بدأ قبل 10 سنوات في كأس العالم للشباب في كندا، حينها كانوا يطمحون أن يصبحوا أبطالا بقمصان بلادهم، وقد استهزأ العديد بحلمهم، وهم اليوم يلقبون بالجيل الذهبي، وقد أضافوا أول كأسين ثمينين إلى خزائن بلادهم. الآلاف من الجماهير التشيلية تحملت عناء السفر ووصلت إلى روسيا وتتبعت خطوات المنتخب الوطني بمختلف المدن أملا في أن يصلوا إلى هذا الملعب وهذا النهائي، والأمل أن يعودوا جميعا بكأس البطولة إلى تشيلي بعد أيام قليلة. إبراهيم خضر، بين سبورتس، سان بطرسبرغ.